تعبان يا قلبي. فاطمة سن، اسمعني فيك. مواليد قرية الدوايمة؟ نعم. طيب والدتك شو اسمها؟ زويخة عبد الله أحمد الدير. طيب بدنا نسألك عن في اليوم اللي حصلت فيه المجزرة، وين كنتي موجودة؟ أنا طلعت واعية، يعني ذكرتني البنت اللي شفتها في غزة، يعني مشهد حقيقي زي ما كانت البنت. أنا كنت هيك يعني بشعري بلفوا لي أركض. كانت لنا كرم هيك زيتون في محمد، في كرم زيتون. زيتون اسم المنطقة. جبل كله زيتون، جبل كله زيتون. في كنا برضه مع أمي وأبوي. طلع أبوي ود نقلة وعاود ردها، سبحان الله. نقلة إيش؟ نقلة حب قمح. وكانوا بدهم يرحلوا، عاود ردها. يعني أول إشي طلع نقلة. طلع على دورة وعاود ردها على الدوائم. اول شيء طلعها على الدوايم على دورة الخليل. حمصة بقولوا لها. وعاود ردها على الدوايم. شو اللي خلاكوا؟ خلاها بده يرحل وبده يجي عريس. طيب لا، شو اللي خلاكوا تطلعوا من القرية على هيشة البدوية؟ طلعتوهم خايفين ولا إيه؟ ليش طلعتوا اغراضكم؟ خايفين، ما كانوا يقولوا يهود. كنتوا خايف يعني. طيب لما طلعتوا اغراضكم زي ايش طلعتوا على هيشة البدوية؟ طلعنا اواعي ملابس. ملابس وما يخفى فرشات يعني. لا فرشات، لا ما طلع من البيت فرشات ولا اشي، بس زي ما تقول اغراض، يعني صندوق يحب زي ما نقول خزانة. اواعيها فيهن رحمة امي. واغراضنا. طيب حطوهن هيك جورة، والله بتذكرها كانت مفحورة. وحطوه في الجورة، حطوا الصندوق في الجورة. الصندوق في الجورة وكاشف برضه بنشاف. طيب انتوا وانتوا موجودين في هيشة البدوية بتكونوا شايفين القرية وانتوا بتطلعوا عليها؟ مكشوف القرية عليكم؟ البلد مش بعيدة يعني. مش بعيدة. مش بعيدة هيشة البدوية عن القرية؟ لا مش بعيدة، نفس البلد. نفس الدار احمد. بس لما طلعتوا انتوا، السبب انه طلعتوا من القرية كنتوا خايفين يعني؟ خايفين. خايفين من ايش؟ خايفين من اليهود. كانوا يقولوا اليهود بدها تيجي. وبعد ما طيب نشوف مين طلع على هيشة البدوية، يعني ابوكي طلع وامك؟ كلنا طلعنا. مين كلكم؟ كلنا دار احمد محمد. بدنا وش بالنسبة لعائلتكم؟ يعني اولاد انا ومحمد اخوي. اخوك اسمه محمد؟ بيني وبينه بطن. بينك وبينه؟ بيني وبينه بنت. يعني بنت. يعني مين اكبر من الثاني؟ أنا أكبر منه. أنت أكبر من؟ أكبر منه. طيب أنت نسمي أولاد سالم اللي هو أبوكي، مين هم اللي كانوا موجودين؟ كانوا موجودين أول واحد. أكبر واحد. أكبر واحد أنا. أكبر واحد أنت. أكبر في الأولاد والبنات؟ أكبر واحد. طيب أنا فاطمة أكبر واحدة وأصغر منك بمين؟ بين بيجي محمد. بعدين بيجي محمد. بيجي محمد. بيني وبينه بنت، ماتت البنت. إذا فاطمة ومريم ومحمد وبعدين؟ فاطمة ومحمد. ومين؟ وعايشة. وعايشة. ورشدي. ورشدي؟ رشدي كانت. رشدي. ترضع فيه أمي. يعني رشدي كانت على إيد أمك تترضع فيها. كانت ترضع فيه صغير. طيب إذا والبنت عايشة قيدها أنا في إيدي. أنت ماسكة عايشة بإيدك؟ أنا ماسكة. لأنها أصغر منك عايشة. قيدها في إيدي. قيدتيها بإيدك. طيب حجة فاطمة، لما طلعتوا على هيشة البدوية كان أبوكي وأمك وأنتوا اللي سميتيهم ما عدا مريم لأنها كانت ميتة. كانت ميتة. مين كان في هيشة البدوية كمان موجود؟ كان في عيال ثانية؟ في دار أحمد محمد. دار احمد محمد. ومين كمان؟ هم واولادهم يعني؟ هم واولادهم. طب هاي كمان عيلة غيرها؟ في كمان عيال؟ في عيال مكللين بتوصفوش. كيف لما ايام بشرد الناس. يعني بس انتو شاردين مش مبعدين كتير على القرية يعني؟ لا مش حوالين القرية. حوالين حوالينها يعني مبعدين شوية مشان بس تصير الدنيا امان، تردوا ترجعوا مرة ثانية على القرية، مش هيك؟ يا اليهود شفت صغير ما هو ذكرته قوي المجزلة كبير. نعم. يقعد يقولوا دير ياسين بيذبحوا فيها، بمشت كل واحد بيذبحوه. واحنا كانتين بيذبحوهم ذبح، بقطعوا روسهم
النسوان بيعملوا فيهن كذا كذا. المهم صار قالوا يهود يهود الكل فل. طيب انتوا هلا موجودين في هجت البدوية بس ما كنتوش شايفين اليهود لما فاتوا على البلد؟ لا ما شفت اليهود منهم فاتوا على البلد، بس شفت اليهود لما جينا على العرك. بس يعني انت شو بدي اوصفك، هي زي ما تنزل من هنا على البلد هيك والعراق هناك تقوى، بس يعني زي هيك زي ما تصير فيضة تطيع على هالواد هنا هيك. في عراق هناك يوم اللي سردنا وصلنا العراق هذا على عراق الزاق. عراق الزاق عراق الزاق يعني زي ما تقول فضنا هالفيضة هيك يعني ماشي 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 كم يعني ماشي والله زي ما بقول لك ما تنزل منها تفيض ورا الجبل هذا هيك. ويمنا لدينا شو كانوا ناس في يعني فشك. طيب وانتوا هاربين كيف هربتوا؟ ماشي قايد انا كل واحد ماسك كل واحد فالين تركت الاغراض اللي كانت في هجت البدوية اللي جبتوها؟ تركت كل شيء. حدا حامل اشي؟ يعني من الخوف كل واحد ما حدا حامل اشي. انا قلت اختي انت مسكت عايشة مسكت عايشة في دي وكلنا مشينا والكل فاض. طيب وانتوا هاربين كنتوا تصيحوا ولا هاربين كنتوا تصيحوا يعني؟ الله يعني اي والله الله لا يعيدها. بس انتوا كنتوا اللهم نازلين هاربين يعني نازلين في حدا بيصيح في حدا بيبكي؟ هاربين والكل بيصيح. طيب وطاح علم حرب قال لك الله. طب كنتوا تسمعوا اطلاق نار وانتوا هاربين؟ لا يعني طاح مش ب طاح حرب يا بني. تفضل الفيضة هذه الذي مكوم قدام الطور زي البيضة اواعيه زي التبنيات حاشين اواعيهم واواعي مصبرات فوق بعض. شو يعني اواعي؟ اواعي مين؟ اواعي الناس. انه الناس كانت تخبي الناس هناك كل اواعيهم مصبرات قدام الطور. الطور شو يعني الطور حجي؟ الطور هيك شو معنى طور؟ معنى طور زي المغارة. الطور يعني مغارة؟ مغارة وله روزنة فوق هيك فتحة يعني؟ فتحة له فوق وهذا على جنب والناس حاطين اغراضهم على باب الطور ومتخبيين فيه فانتوا رايحين باتجاه هذول الناس؟ احنا اتجاه هذا الناس. طيب وصلتوا؟ وصلنا وانتوا ماشيين ورايحين توصلوا الطور كنتوا تسمعوا لسه الطخ؟ طخ مش بعقل واحنا نصيح. وصلنا الطور شباب والله هالشباب هيك لابسين سراويل بيض زي اللي بجيبوهم في فلسطين وناس لاف لفات هيك معاه والله ما بغيب عن بالي معاهم بارود. في ناس كان معهم بارود؟ معاهم بارود. طيب قاموا الحور ودفنوه. دفنوا البواريد؟ دفنوا البواريد ودملوهم يعني حسوا انه ما فيش مجال للمقاومة فدفنوا بواريدهم راكبين في لند في جيب. طيب انتوا وصلتوا شفت الشباب لما دفنوا البواريد دفنوا. شباب القرية؟ الشباب القريب. طيب هلا كلكم تجمعتوا بهذيك المنطقة عند باب المنطقة؟ تجمعنا هناك في هالمنطقة في باب العرق غارة؟ هو واللي بشاردين كلهم التموا على بوابة المغارة؟ يعني بالساحة يعني بساحة المغارة؟ بساحة المغارة. في هالواد واد هو. تجمع الناس هناك كيف الفرد لما التموا هيك زي عرس؟ عرس. تجمعوا كبار وصغار بعيالهم يعني كان في كبار بالسن شيوخ؟ في وشباب؟ في شباب وشياب وفي اطفال وفي اطفال وفي رضع بس المنظر اللي شفتيه كان اهل البلد اللي كنت تشوفيهم في البلد هم نفسهم اللي شايفتيهم اللي في البلد كان هذول كلهم من اهل البلد واجوا لك وقفوا علي. طيب في ختيار لا تلف حمرة هيك على راسه والله بقولوا له مستجودة حطت واحد وحطها على عصا ورفعها حطة بيضة ورفعها ورفعوا ايديهم هذا المشهد اللي شفته متذكري هذا المشهد رافعين راية بيضة رفع الراية هيك وتشفتهم وقف اللند يعني وصل كل اللند روضة اللند زي ما تقول وين وصلنا زي ما تقول عند المدرسة وقف اللند
وطاحوا من اللاند لانه طريق وعر. وعر. وقف في بطن الحبل وطاحوا. اجونا. سلحين. هم طايحين. بالمعني. ثم بالمعني. على جنوبهم. اسند هذول. شيء ابيض. سلاح. سلاح ابيض. في بنت عندي الكيتي بيذبحوها. بنت صغيرة؟ والله أوعى مني. أوعى مني. هي بتحكي لك ولا أنت بتحكي لها؟ لا ما كنا نسمع يقولوا يا دار ياسين بيذبحوا فيها ذبح. طيب. الكيتي بيذبحونا بمسكونا وبيذبحونا بهالسكين هذا شايفينه؟ تعال نفل. وظلوا هم قاعدين. نعم. ظلوا واقفين و رافعين ايديهم. رافعين ايديهم. نعم. ولاقوا اليهود ملقى. هم مشوا ترى اليهود واليهود جايين عليهم. انتوا الشباب يعني رافعين ايديهم؟ الشباب كلهم نسوان واطفال وصغار. رايحين باتجاه اليهود. رايحين باتجاه اليهود بدهم يسلموا لليهود. سلموا لليهود. كيف يعني مسلمين؟ سلموا رفعوا ايديهم وراية بيضة. رافعين ايديهم وحاملين راية بيضة. حاملين راية بيضة. طيب يعني انه احنا بدناش نقاتل بدناش طيب تمام. عاد احنا طلعت انا والبنت هذ والله حافظنا هذا اشي بسيط يعني زي انا والمقبره بس يعني هيك تله بعدتوا شوي عن بعدناها شوي والله ارصاص يوز من جنابنا من هنا من هنا واحنا ركضنا شردنا انا وياه. انتو شردتي انت وياها؟ انا والبنت. طب ليش شردتوا؟ شردنا خوف. حسيتوا انه راح يصير اشي يعني؟ خوف. شو اليهود كيف الله؟ اليوم بده يصير اشي. طيب وبلشتوا تسمعوا صوت صوت بقول لك يمرق من هنا من هنا من جنابنا واحنا شاردين. انا والبنت. التفتنا تورينا عندهم. توريتوا الشوكي. كان شوف الله وقت حصيدة ولا شوب المهم نركض عليه كأنه تحت الخوف الخوف صعد في راعي غنم راعي الغنم هذا البنت اللي تركض قدامي حملها على ظهره وفل فيها ورجعت وراهم أركض. طيب وراهم اركض واصيح. تركضي لحالك؟ لحالك شيء. اصيح اقع على الشوك واقوم وانا اصيح توصلت هالطريق اللي هي دار من النمله. عالم بتركض اللي حامل على ظهره اللي حامل على حضره. التقيت بناس ثانيين يعني؟ ناس شاردين. شاردين. طالعين جبال دور. ظليت اركض معاهم ماشي يا بنت امي وابوي ماتوا امي وابوي ماتوا ظليت اصيح. صارت بس كنت مع الناس؟ مع الناس. في حدا تعرف في حدا تعرف عليكي من الناس؟ وصلت في حدا شفتي حدا بيعرفك مثلا؟ والله العيلة ما بتعول على ولدها هذيك الساعة. التقيت على في دار خالي رحمة الله عليه. من هو خالي؟ خالي. شو اسمه؟ خليل عبد الله هذيك. وجدتي جدتك ل جدتي أم أمي. ستي. شفتيها برضه؟ شفت. حلت عادي حضنتني. والله نمنا على الصرار كل دبشه هزيه وتغطينا خلاص بشكمه فراش هيك زي السجاده. رحتوا بدكم تناموا؟ الدنيا ليل. الدنيا صارت ليل. ليل. راحوا شحذوا لنا حبه قطين من بيت عوا نمنا في هالواد مشان قال يطعمونا. لما تحكي نمنا يعني كم نفر اللي نام؟ نمنا؟ كثار الناس ناموا؟ والله مزدحين زي الزبيب على هالواد. مزدحين زي الزبيب. نايمين الناس شاردين. هاربين. بس صاروا في منطقة أمان هم هلا لما باع أمان صار. أيوة. في بيت عوا أمان. أمان. وهذاك أخذوهم. ما عرفتيش إيش عن أهلك؟ عن أهلي. اللي تركتين فطور الزاب. لا ما عرفت إشي. ولا إشي. كل اللي سمعتيه صوت إطلاق النار. إطلاق النار و هذا مش حد شهرته انا. طب لما كان اطلاق النار لا. وانت لما سمعتي صوت اطلاق النار سمعتي معه صوت صياح ناس؟ الكل بصيح.
الكل بصير يعني. بعدين لما عاد بعد يومين ثلاثة التقينا في أمي، شوف هذا اليهود أخذوهم وصفوهم. وين صفوهم؟ كان أخوي معهم هذا محمد. هلا أنت مين حكى لك الرواية اللي صارت في أمي. بيت الزاد؟ أمك شفتيها؟ معناته ما ماتتش أمك. أمي ما ماتت. وين شفتيها أمك؟ أمي شفت طلعت من هي بعد ما تكتلوا. بعد ما تكتلوا الناس؟ بعد ما صفوهم. آه. والله أخذوا نقوا بنات ثلاثة. آه. أخذوهم وين حطوهم؟ عند اللند. آه. في واحدة من عيلة ثانية. قالت يا خواجة يا خواجة في قلبك أنا هذه بنتي. كتلها. من يوم كتلها داروا عليهم كلهم نعم ولا واحد. صار يطلق النار على ال... يطلق النار عليهم. اه. وحفوها في واحدة الطيب والحي. هذا امي صابت في ذراعها، والمهم اللي بده يعيش بده يعيش. واخوي صابته في ذراعه في الوخي. هي في ولد صغير على ايدها لامك. الولد صغير على ديدها. طلع معاها ومات في دوره. طيب الولد الصغير كان على ايدها؟ على ايدها. ولما انطخت هي انطخت بايدها؟ انطخت صواب شيء بسيط. اه بايدها والولد الصغير انصاب؟ واخوي هذا والبنت البنت الله اعلم عايشه. عايشه كانت معها؟ هي محنقه. هي البنت ماتت. ناس يقول طشت وراحت، ناس يقول ناس لقيها واخذها مش معروف عنها اشي. عايشة مش معروف عنها اشي. بس محمد الطفل اللي على ايدها ضلوا على ايدها. طلع محمد ورشدي. طلع محمد ورشدي. اه البنت اللي كنت انا قايدها في ايدي هذا راحت مع ابوي. كيف يعني راحت مع ابوكي؟ ماتت بس ما حدا بدر عنها. هي ماتت ولا مش معروف عنها اشي؟ لا مش معروف عنها اشي. طفلة. بس والدك والدي ظل انت للمغرب وطاحوا ينهبوا. مين حكى لك انه والدك ضلوا ينزف للمغرب؟ اللي شافوه اللي شافوه طاحوا عليه المغربيات. المغرب في اجانات؟ المغرب. آه. المغرب طاحوا عليهم من بطيخ. اه الناس. اه من الحجوج هذا اللي طاح عليه الله يرحمه عبد الله حجي. قال له يا خال شاف والدك وهو بينزل؟ آه شافه. طيب. آه. قال له يا خال قال له يا خال خلص انتهينا. قال ريحيني ريحيني يا زليخة اسكيني مية. هذا والدك بحكي لوالدتك؟ والدي بحكي لوالدتك ريحيني ريحيني. اه ساحب البنت من تحت جريه وحطيتها في جنب. البنت اللي هي رشدة؟ البنت عايشة. عايشة. اه حطتها في جنب. اه حطتها في جنب وظل لا بعد المغرب. وهي تسلم خبط قدامه وشغل اسرعه. اه طاح عليه بقول لك وهو بنازع الا الله اعلم. الحجوج 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 قعد الله حجي. قال له يا خال ما هي امه منا. اه قال له يا خال ورينا يا خال غطيني يا خال في عباس. استحب عباس وغطاها عليه. اه وهو جريح. اه بيحكي لسه. اه بنزل. اه انه غطيني بعباتي. اه غطيني بعباتي. غطى العباء عليه راح قال سلم مع صلاة المغرب اتوفى. هاي رواية مين؟ رواية اللي شافه اللي هو كمان مرة اسمه مرة ثانية عبد الله حجي الله يرحمه. عبد الله حجي. اه هذا هاي الرواية حكى لكم اياها؟ اه هذا اللي شافه يعني شافه. اه حكى لكم اياها؟ اه حكاها. حكاها لامك؟ اه حكاها. اللي شافه حكى عنها. طب نرجع لامك ايش حكت لك مره ثانيه؟ قالت صفونا. اه وطخونا وصاروا يطخوا الناس. هاي ما طوالي هاي حفوا في واحد مع انهم كانوا رافعين ايديهم ورفعوا راية بيضة رافعين الراية داروا عليهم هيك كلهم حفوا في واحد الطيب والحلو. هم كانوا ماخذين ثلاث بنات عند الجب كتلوهم. اه ملاقيهن واحد مش عطات فيه حكيار. اه احمينا يا عمي من اللي عند الطور. كتلوهن وكتلو الحكيار. نعم نعم. كتلوهن طيب. وكتلو الحكيار. انتوا رحتوا امك لما اجتكوا على بيت عوا؟ اجتنا على دورة. على دورة؟ نعم احنا طلعنا. طلعتوا من رحتوا على دورة. على دورة طلعنا هناك راح خالي دور عليها وجابها. اه انا
ظلينا عايشة. ظلت عايشة لأي سنة والدتك؟ ظلت عايشة والله، والدتي لها 5 سنين ميت. بس لها 5 سنين ميت؟ اه لها 5 سنين ميت. مين ظل عايش من والدك إذن؟ أبوي. طيب عرفتوا جثته وين أبوكي؟ ما بعد عالم طاحوا عليهم ناس. طاحوا يعني لما تحكي ناس الفلسطينية؟ الفلسطينية. طاحوا عليهم، حطوهم في هالطور. صفوهم فوق بعضهم. حطوهم فوق بعض. فوق بعض. يعني والدك هلا مدفون في الطور؟ والله هذا اللي حكت لي اياه، قالت انا طحت وشو قلت هذا طقيقي، يا لا دخل الله العامر يا لسالم اسمعين، طقيقي بيضة. مين اللي بحكي هيك؟ واحدة كبيرة نزلت عليهم شافت طقية يعني؟ قالت ان هذا مبنى عليهم سلسلة وحطوهم في لحظة نقول لحظة طور هيك، حطوهم فوق بعضهم وحطوا سلسلة عليهم يعني سكروا عليهم. قالت شوف الطقية بيضة، قلت ها طقية سالم اسمعني يا دخل الله العامر. شافت طقية على الأرض يعني؟ على الأرض. ملابس الناس اللي مرمية. فلما مين هاي اللي شافت الطقية؟ هذا عمرها 800 سنة، ماتت يا بني. شو اسمها؟ اسمها محبوبة، محبوبة حجي. محبوبة حجي حكت انه شافت طقية؟ قالت شوف الطقية. بس هي كانت معهم اللي في الطور ولا اللي صاروا يجوا بعدين؟ كانت معهم، اختها كانت معهم. وراحت اختها في ال وراحت. شو اسمها اختها اللي راحت؟ صديقة ولا والله ما اعرف شو اسمها. المهم انه المهم الحجه محبوبه صارت تحكي انه انا شفت طقيه، بجوز تكون هاي طقيه سالم اللي هو ابوكي. والله بجوز طقيه سالم او طقيه دخل الله العام. جابتها؟ ما جابتها، شو بدها تجيب فيها؟ بس طاحوا عادي، بقول لك عبات ابوي جابوها وقتلوها. جابوا عبات ابوكي؟ جايبينها سحبوها عنه. واللي احدثت غسلتها غسلوها. وجابوا لكم اياها؟ لا والله ما جابوها، والله قلت لو تطلب مهما طلب 100 200 بادفع ويجيب لي العباية. بس بس انا عارف اشم ريحة ابوي انه العباية، انعرفت انه العباية عند فلان الفلاني. العباية وتبع الله اعلم، هو خلها مصطفى الله يرحمه ولا كلهم. المهم مش معروف وين العباية. مين ضل عايش؟ ضل عايش اخوي، عشت انا واخوي اللي هو مين؟ محمد سالم. اخوك محمد عشتي انت وياه، محمد اللي كانت والدتك حاملته على ايدها. مات طبعا، اجت حصبة لما طلعنا على دورة مات. مات في دورة محمد؟ 12 ولد اللي ماتوا وقتها. من وين 12 ولد؟ من هالعقد اللي احنا فيه، بيجي 10 عيال ساكنين مع بعضنا. كنتوا 10 عيال ساكنين في دورة؟ ساكنين في دورة، في دار، في عقد. في عقد؟ 10 عيال؟ 10 عيال. مات كم ولد منهم؟ مات 12. مات 12 ولد؟ 12 حسبة. مات 12 طفل من الحسبة، واحد منهم من محمد؟ رشدي. اللي مات هذا رشدي؟ رشدي. رشدي اللي مات، أخوي. رشدي. اللي كانت ترضع فيه أمه. اللي كانت ترضع فيه اللي على عمره سنتين. اللي كان عمره سنتين، ومحمد، ظل محمد، ظل ترى هو محمد. ظل محمد. ظل محمد. محمد أصغر منك اللي هو. محمد بيني وبينه بطل. ظلوا عايش؟ عايش، صار مستأذن. لليوم عايش. عايش. الله يبارك فيك يا حجة ويطول بعمرك. يا رب ما يطول الشر على الناس، ووفقك يا ابني.